معاكم مرة تانية كابتن حازم. وجوه كتيرة من شباب نادي الزمالك تألقت الفترة اللي فاتت، مين فيهم في وجهة نظرك اللي يقدر يفرض نفسه أساسياً الموسم اللي جاي بعد التدعيمات مع الموسم الجديد في تشكيلة جوزوالدو فيريرا؟ لا في يعني أساسي صعب، يعني مش يعني ما عرفش لسه أساسي حسب الفرقة طبعاً هيدعم بمين، لكن في أسامي. سيف جعفة طبعاً لعيب كويس جداً بس يلعب مكانه، مش أنا شايف سيف ما يلعبش ديفندر، هو لعيب وينج اساسا او بلاي ميكر، هو بيلعب ديفندر طبعا نظرا لحاجه الفرقه، ان الفرقه طبعا مش مظبطه السنه دي يعني، بس هو لو لعب وينج زي ما بيلعب طول عمره وهو صغير او نمر 10 هيبقى احسن كمان من كده. أيوه. اسامه يوسف طبعا، اسامه نبيه برضو لعيب كويس قوي، بس لازم يركز ان يوسف سريع جدا، وبس بحسه عامل زي ابوه شويه في كده، اسامه كان بيعمل نفس الحركه يجي في اخر ثانيه وعايز يعمل تاتش كده حرفنه شويه، هو مهاجم لازم يعرف يجيب جون يعني، عنده قدر انه يبقى كويس وهيتطور يوسف بشكل كبير، لعيب كويس قوي قوي. دول اللي لعبوا يعني، مفيش حد من دول لعب كتير. سيد نيمار عايز اقول ماجد هاني لعيب كويس قوي، بيلعب مع منتخب الشباب مع كابتن محمود جابر، بيلعب نمرة 8، لعيب كويس ورؤيته كويسه، واتمنى النهارده يبان بشكل كويس، ماتش سهل ما عندوش ما فيش ضغوط، هو ده على فكره اللي كان بيسخن. سيد نيمار طبعا لعيب كويس جدا جدا. لا سيد نيمار اقصده من الاسماء اللي هو يبقى ضمن القوام الاساسي. سيد نيمار اعتقد هيبقى القوام الاساسي لانه ثبت نفسه في 7-8 ماتشات اللي فاتوا، ولعب على ماتشات اهلي وبيراميدز ماتشات تقيله وعمل ماتش كويس جدا، لعب على لعيبه تقيله في مصر ولعب كويس قوي، عنده شخصيه كمان في الماتشات الكبيره دي من الحاجات القليله كويس وبيعدي. انا بحب اللعيب اللي عنده جرأه واحد على واحد، انت تعرف شخصيه اللعيب في الحاجات دي. أيوه. اللي هو ما يروحش واقف على الكوره ويروح مديها لواحد ويخلص، لا انا بروح رايح على المنافس. سيد نيمار بياخد الكره من نص الملعب ورايح على الباك، مش فارق معاه مين الباك اللي قدامه. الحاجات دي الصغيره بس دي اللي بتعمل لك شخصيه في الملعب، دي اللي بتخليك عندك قرار، وحتى لعيبتك اللعيبه اللي معاك حاسه بيك فبتديك كره كتير، ان عارف ان الراجل ده عنده حلول. أيوه. مش هياخد الكره يقطعها ويروح باصي اللي جنبه او حد دخل عليه يروح عشان ما تتقطعش منه. فطبعا حسام يعني عبد المجيد اصل مش هيلعبوا النهارده دول، انا عارف. لا انا بتكلم من الشباب اللي انت شايف ان لا اكيد حسام ونيمار السنه اللي جايه اكتر اتنين هيلعبوا يعني، ضمنوا مكانهم. حسام ماشي بشكل كويس قوي وثبت مكانه بشكل رائع، وسيد نيمار هم اكتر اتنين بحكم لعبهم السنه دي وتاثيرهم الايجابي. أيوه. فدول هيبقوا ستاندنج اعتقد، وهيبتدي بيهم الموسم ان شاء الله لو يعني وسلام باذن الله ربنا يعني يبقى دايما حافظهم يعني. انا بتكلم بقى على دول اللي احنا النهارده فيهم الابرز منهم وجهه نظري، سيف طبعا ويوسف هم الاقرب وبس ياخدوا مساحه لعب طبعا محمد اكتر. محمد طارق اخر ماتش لعب كويس مش وحش، عايز بس يهدى شويه وطبعا متوتر، بس برضو فكره الثلاثه دي هتساعد ناس كتير قوي في اللعب. ساعدت حسام، ساعدت المسلوسي، وهتساعد طارق لان هو باك رايت. فكره الباك رايت دايما وانت بتقيمه انت عايزه يهاجم ويدافع وعشان يكيفك يعني كواحد بيتفرج تقول ده باك رايت كويس. ايوه. فكره اللي بيدافع بس في نادي الزمالك دي ما تاكلش او اللي بيهاجم بس، ففكره الثلاثه دي خلت يرجع ورا يقفل سيرد باك ويبقى يقفل وهو عنده حته وما يطلعش قوي في الالتحامات لا وعنده وسرعه فهي حلوه ان انت دايما دلوقتي السيرد باكات لو سريعه بتبقى مهمه جدا تعوض انت بتلعب دايما ضغط متقدم وكده، فدي خلت كطارق مش باك رايت يبقى سيرد باك ويقفل الناحيه اليمين فمش مطالب انه يهاجم. فدي بتخلي زي مسلوسي كده، الناس ما بقتش بتقول مسلوسي كويس ليه؟ ما بقاش هاجم فواقف ورا المكان وهو لعيب كوره كويس وبيعرف يقفل صح ففي المكان بتخليك بيظهر احسن ما عندك ويقلل النواقص اللي موجوده فيك اللي انت ممكن الناس تنخضك عليها يعني.